ارتفاعا وفق سيداتي أنساتي سادتي من تشاهدون وتتابعون موسم سباقات الطائف هنا في ميدان الملك خالد في الحوية في رابع أشواط هذا المساء. مفتوح الدرجات عمر الثلاث سنوات فأكثر تتنافس على مسافة الميل، مسافة 1600 متر، مسافة الإيت فورلون، قيمة الجائزة 95,000 ريال. اندفاع جماعية في هذا الشوط، يتقدمهم مستر إكسلانسي من المسار الداخلي فيما مقرب، وكذلك دونت أسك مي أجين في أول ظهور لاسيلسترن، وكذلك أوثايا في الظهور الأول من المار السعودي من المسار الخارجي. هنا دونت أسك مي أجين في أول ظهور لهذا الموسم، عادل فريدي يقسم للخطوة المطاردة من مقرب في ثاني المراتب، وكذلك أيوثايا مع محمد الحبيب في المرتبة الثانية، ماي بول في ثالث المراتب، مقرب في الرابعة، وكذلك ثلاثي هناك يتقدمهم كراجنسكي. هنا مشاهدينا متابعين الكرام المنعطف الأول في هذا الشوط، دونت أسك مي أجين بثلاث أطوال عن أقرب منافسي مع عادل فريدي، لم يعطيه الإشارة حتى الآن في الظهور الأول. لا يتقربون أيضا ماي بول في ثاني المراتب مع عبدالله الفيروز، نظرة إلى الوراء من عادل فريدي، ينتظر عبدالله الفيروز أن يأتي مع ماي بول، ولكن دونت أسك مي أجين في أول ظهور مع المنعطف الأخير. التو فورلينج الفاصلة، صراع تعزيز الانتصارات، أسماء المستورد، يتقدمهم دونت أسك مي أجين في الظهور الأول، يوسع الفارق، ماي بول قادم بالدخول الآن، دونت أسك مي أجين يوسع الفارق، ماي بول بالدخول، دونت أسك مي أجين بفارق طولين مع عادل فريدي يستحث أكثر فأكثر الظهور الأول. أهلا بالانتصار الأول، Don't ask me again بشعار أبناء أبداع حمد العذاب، تدريبات أبداع العذاب والقيادة الموفقة لعادل فريدي الذي أبدع بتقسيم الخطوة في هذا الشوط. لDon't ask me again يأتي ويسجل أولى انتصارات هذا الموسم من أول ظهور له والانتصار الرابع في سجل السباقي. ألف مبروك.